اليوم نقترح عليكم مملح اخر فطيره بالخضره مشويه وجبنه البلوك لافاش كريم. مقادير سهله. غادي نحتاجو في العجين يعني المورق تقريبا ربع ديال العجين المورق، عطينا يعني شحال من مره المقادير والطريقه، وكاين بزاف السيدات اللي مصايبينو ومحافظين عليه في المجمد في الكونجيلاتور. وغادي نحتاجو صفار بيض، جبنه البلوك لافاش كريم، جوج حبات ديال المطيشه مقشرين مقطعين طريفات صغار، جوج حبات ديال البصله، عريش من الزعتر، عريش من اليزير، جوج المعالق صغار ديال الثومه مدقوقه، معلقه كبيره ديال الحك مطيشه، ثلاثه ديال القرعات خضرين، وجوج حبات ديال الدنجال، سته ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الزعتر، شويه ديال الملح والابزار. هذا باش غادي نشويو هاد الخضره. ونعاود لكم المقادير بالنسبه لهاد يعني الفطيره بالخضره مشويه والجبنه. غادي نحتاجو اول حاجه جبنه البلوك لافاش كيري، جوج مطيشات منقيين ومحيده لهم الزريعه مقطعين طريفات صغار، جوج ديال البصلات، عريش من الزعتر، عريش من اليزير، جوج المعالق صغار ديال الثومه مدقوقه مزيان، معلقه كبيره ديال الحك مطيشه، والخضره اللي غادي نشوي. وغادي نحتاجو جوج حتى لثلاثه الحبات ديال القرعه الا كانوا صغار الكورجيت، جوج دنجالات يكونوا صغار حتى هما، سته المعالق كبار ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال زعتره، والملح والابزار. فبالنسبه للطريقه هو انه ناخذ العجين المورق، غادي نبسطوه يعني فوق البوطاجير بالمدلك، وناخذ القالب او المرشم الدائري اللي كنقطعوا به البانيه، ذاك القالب ولا المرشم اللي كنقطعوا به يعني الطريقه العاديه. بغيتوا ديروا حتى فطيره على شكل مربعه اولا فطيره مدوره، غادي تحاولوا تقطعوهم هذوك الدوائر، تحاولوا انكم تقطعوهم ومباشره يعني كنحتفظوا بهم على جنب، وكنمشيو كناخذوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها هذه الفطيره. اول حاجه غادي ناخذوا مقلاه عافيه مهيله، غادي نقليو البصله مع شويه زيت البلديه زيت الزيتون. ملي تنزل لينا البصله غادي نضيفوا ليها دوك جوج مطيشات اللي بلا قشره ومقطعين طريفات صغار وبلا زريعه. من بعد غادي نضيفوا عريش ديال الزعتر وعريش ديال اليزير، وجوج معالق صغار ديال الثومه مدقوقه، ومعلقه كبيره ديال الحك مطيشه، ونتبلوا بشويه الملح والابزار، ونخليو هادشي كله يطيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على عافيه مهيله حتى يتشحر لينا. قلنا في مقله على عافيه مهيله نقليو، نديرو زيت الزيتون ونديرو البصله ونديرو مطيشه قطعة طريفات صغار ونشحروهم مزيان. ملي تنزل لينا البصله نزيدو مطيشه بلا قشره بلا زريعه مقطعه طريفات صغار، نضيفو عريش ديال الزعتر وعريش ديال اليزير، نضيفو جوج معالق صغار ديال الثومه مدقوقه ومعلقه كبيره ديال حك مطيشه، ونتبلو بشويه الملح والابزار، ونشحرو هادشي كله مزيان 10 ديال الدقائق على عافيه مهيله. مباشره نمشيو ناخذو القرعه الخضراء الكورجيت والدنجال، وغادي نقطعوهم على شكل شرائح رقيقه يعني بحال الورقه. نحاولوا ناخذوا القرعه والدنجال ونقطعوهم يعني بحال الورقات يكونوا خفاف باش دغيا يتشواو لينا، واما فوق شويه اما يعني في هذيك ديال البانينوز ديال البانيني انا ديال البانيني اللي كنخدموا فيها. يعني مباشره ناخذوا هاد الشرائح اللي قطعنا ديال الدنجال والقرعه ونتبلوهم شويه ديال الملح والابزار. ممكن ان ما نديروش الملح، نديرو غير الابزار، ونرشو بشويه ديال الزعتره وندهنوهم بالزيت البلديه، وغادي نحمرهم اما فوق شويه اما فوق البانينوز باش تعطينا دوك الخطوطه اللي كاينين في البانينوز. فقلنا غادي ناخذ القرعه الخضراء والدنجال نقطعوهم على شكل شرائح رقيقه بشكل طولي، ونحاولوا اننا نتبلوهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتره وندهنوهم بالزيت البلديه من جهتين، ونحمروهم فوق شويه. مباشره من يبردوا ديك الساعه غادي بالنسبه لهاد ملي نتشواو عاد ديك الساعه نقطعوهم طريفات صغار باش يتخشاو لنا في الفطيره. ومن بعد غادي نخلطوا هذاك، غادي نحاولوا اننا ناخذوا هذوك الفطائر هذوك الدوائر اللي حنا درنا، وغادي نحسبوا ودائما نقطعوا بحال دابا درنا 20 دائره 10 ديال الدوائر، وغادي نعمروهم باش نلقاو يعني الغطاء ديالهم نلقاو 10 اخرين. يعني حاولوا تردوا البال وانتم كتقطعوا باش ما تنساوش وحده، ما ديروش لها التريبيش ديال هذه الفطيره. فضروري بحال دابا من التقطيعه نعرفوا مثلا وحنا غاديين نبداو نحسبوا واش يعني خمسه مثلا ديال الفطائر مدورين وخمسه ديال الغطاوات ديالهم بالعجينه، يعني بقاو غادي تنكملوا. ضروري انه يكونوا قياس حساب واحد. مباشره غادي ناخذوا المطيشه داك الحشوه ديال المطيشه والبصله، وغادي نديروها يعني في فطيره، وغادي نديرو فوق منها خضره مشويه مقطعه طريفات صغار، وغادي نديرو جبنه البلوك لافاش كيري محكوكه نحكوها قدامنا ونبداو نهزو منها شويه، ومن بعد كنغطيوها بهاد الفطيره، كنغطيو العجين بالحشوه يعني كيتغطى
وكنضغطوا على الجناب، كنضغطوا على الجناب اما بالفرشيطه اما كبسبعات ديالنا، باش كتجينا بحال طريبيشه هكا مسدوده، فطيره مسدوده. وكندهنوها بصفار ديال البيض وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر، فداك المذاق ديال ديك الخضره مشويه كيجي مذاق مختلف مع ديك التهليكه ديال جبنه البلوك لافاشكيري. فنتمنى انكم تجربوا هذا الاقتراح، كيجي زوين. وكنغيروا شويه خاصه ملي يعني ما تنبغيوش اننا نديروا اللحم ولا الدجاج ولا كفته ولا حوت، يعني غير في الخضره، فحتى هي كتمشي مزيانه وبالصحه والراحه.